السلام عليكم. رب ضريبة على مكالمات الواتساب في لبنان تحدث ما لم تحدثه سنين طويلة من فساد سياسي وإداري، يقول اللبنانيون إن نخبهم الحاكمة غارق فيه حتى آذانها. تجاوز الشباب اللبناني يومه الثامن في تظاهرات نأت بنفسها عن الحزبية وسط شعارات لا كرامة فيها لسياسي حتى لو عزف على وتر المقاومة حينا من الدهر. هتافات ضد ركام طويلا من الإقطاعية السياسية التي ميزت لبنان وأحالته إلى كيانات طائفية تتزعمها عائلات أو كتل أو أحزاب تتوارث السلطة مثلما تتوارث احتكار الصواب والحق جيلا عن جيل. سئم اللبنانيون من لعبة الانغلاق الطائفي واكتشفوا بعد حين أنهم جميعا لبنانيون وأن رقابهم سواء تحت حد سيف الأزمة الاقتصادية. يقف اللبنانيون على رؤوس أصابعهم متطلعين إلى مستقبل تزول فيه حدود طائفية صنعتها مصالح النخب لا مصالح الشعب. لكن هل لشباب حالم بعيش رغيد في وطن بلا خوف متوهم من الآخر؟ هل له أن يغير واقعاً في بلد يحكمه منطق القوة والاستقواء؟ وما حدود التغيير الممكنة؟ هذه حلقة جديدة من برنامج حديث العرب، أهلاً بكم. ها هو الشعب اللبناني يلحق بركب الربيع العربي ويخرج ضد ساسته، فمنذ نحو أسبوع أغلقت المدارس والجامعات والشركات مع تدفق مئات الآلاف من المتظاهرين على الساحات بقلب العاصمة بيروت ومناطق أخرى للتظاهر ضد من قادوا لبنان إلى جحيم اقتصادي. الشرارة الأولى لخروج التظاهرات كانت بسبب فرض ضريبة على الاتصالات عبر تطبيق واتساب، لكن على الرغم من تخلي الحكومة عن تلك الضريبة إلا أن موجة الغضب الشعبي اتسعت لتفتح ملفات الفساد المزمن والركود الاقتصادي وغياب الخدمات العامة الأساسية. وبموجب النظام السياسي في لبنان توزع المناصب السياسية العليا وفقا للطائفة، وهو ما أدى إلى نظام فاسد تمكن السياسيون من استغلاله ببراعة. لكن اللافت في الأمر أن الاحتجاجات تجاوزت الخطوط الطائفية التي ابتلي بها لبنان طيلة عقود ليطالب بصوت واحد باستقالة الحكومة. وأنا ويش بكون بخدمتهم؟ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الذي قال إنه استمع لغضب الناس أعلن عن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية على أمل أن ينجح بعضها في تهدئة غضب المحتجين، فقد تعهد بخفض رواتب السياسيين والاستثمار في مجال الطاقة وفرض ضرائب على المصارف للمساعدة في خفض الدين العام. لكن كثير من المتظاهرين يرون أن الحكومة تأخرت ولم تقدم إلا القليل، وقد تعهدوا بالبقاء في الشوارع بهدف إسقاط النظام وتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة لا تنتمي للمنظومة الحاكمة والقضاء على المحاصصة الطائفية. من جانب آخر، انتشر الجيش اللبناني على مداخل وسط بيروت وفرق مواكب لنحو 200 دراجة نارية تحمل أعلام حركة أمل وميليشيا حزب الله كانت متجهة إلى ساحة الاعتصام في مشهد وصفه المتظاهرون ضد الحكومة بالاستفزازي. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت دعمها للمتظاهرين وقالت إن عقودا من السياسات الخاطئة دفعت البلاد لحافة الانهيار، معربة عن أملها في أن تحفز هذه التظاهرات الحكومة اللبنانية على المضي قدما بإصلاح اقتصادي حقيقي. إصرار المتظاهرين اللبنانيين على المطالبة بحقوقهم ورفع الأعلام اللبنانية دون غيرها يؤكد رغبتهم في التحرر من تبعية الأحزاب التي يتهمها الشعب بالفساد ونهب مقدرات البلاد، فقد شعروا خلال الأسبوع المنصرم أنهم ولدوا من جديد وأن بإمكانهم محاسبة النخبة السياسية والمطالبة بالتغيير الذي حظي بتأييد الشعوب العربية الأخرى. للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الأستاذ ربيع حداد الكاتب والمحلل السياسي، وعبر سكايب من بيروت الأستاذة سوسن مهنا الكاتبة الصحفية. أهلا بكما ضيفي الكريمين. نبدأ في الاستوديو. أستاذ ربيع، ما الذي دفع اللبنانيين لكل هذا الغضب؟ فجأة اكتشف اللبنانيون أنهم يعيشون في بلد فيه فساد نخب سياسية، ما الأسباب الجوهرية التي قادت إلى هذا المستوى غير المسبوق في هذه التظاهرات من حيث كثافتها ومن حيث انتشارها الأفقي على مستوى لبناني كله؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء تحية لك ولمشاهدي الرافدين في كل مكان، واسمح لي عبر منبركم الموقر هذا أن أتوجه بتحية إجلال وأكبار إلى الشعبين اللبناني والعراقي المنتفضين على الظلم وعلى الفساد، وراجيا المولى جل جلاله أن
يعني ينصرهم ويحفظهم ويبلغهم مرادهم إن شاء الله. معاناة لبنان حقيقة بدأت منذ عام 1920 عندما أعلنت دولة لبنان الكبير تنفيذا لبنود معاهدة سايكس-بيكو. هذا الإعلان أدى إلى عزل لبنان عن محيطه وإدخاله في معمعة التجاذبات الطائفية إرضاء للخارج. ومنذ ذلك الحين وارتبطت بعض الطوائف بدول أجنبية خارجية لها مصالح ولها أجندات، وانعكس ذلك خلافات سياسية على خطوط تماس طائفية نعاني منها منذ ذلك الوقت. الفترة الأخيرة ومنذ ما يسمى بميثاق الطائف، وتحكم لبنان طبقة من السياسيين لم يشهد لبنان لها مثيلا عبر يعني سنواته منذ أن أعلنت دولة لبنان الكبير عام 1920 أو اتفاق طائف الذي يفترض أنه أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، يعني هو أنهى الحرب الأهلية اللبنانية لكنه يعني بطريقة أو بأخرى كرس الطائفية. يحسب له أنه يعني حفظ لأهل السنة شيء من الحقوق اللي كانت يعني تآكلت بسبب طبعا المد والجذر الطائفي في لبنان. لكن كانت النتيجة أن المشهد السياسي منذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا لم يتغير كثيرا. نفس اللاعبين، رئيس مجلس النواب نبيه بري، يعني كثير من الشباب المتظاهرين في الشارع الآن ولد وهو يسمع أن نبيه بري رئيس مجلس النواب، نعم. إلى يومنا هذا كذلك الأحزاب ومراكز القوى في المشهد السياسي اللبناني لم تتغير كثيرا طوال 30 عاما. طب هذا شيء قديم، ما الذي تغير اليوم؟ الذي تغير أن طاقة الشعب على التحمل انتهت. الذي تغير أن الفساد أصبح يعني جهارا نهارا وعلى عينك يا تاجر كما يقول المثل العامي، وأن هذه الطبقة لم تعد تحسب أي حساب لرأي عام أو لشعب، فبلغ الاحتقان ذروته. وكان القرار بفرض ضرائب إضافية ومنها ضريبة على استخدام برنامج الواتساب الشعر التي قصمت ظهر البعير والشرارة التي فجرت هذا الحراك، فتدفق الناس عن بكرة أبيهم إلى الشوارع، يعني المسلم والمسيحي والدرزي والعلوي، الكبير والصغير، الطالب والشيخ والمرأة والزوجة والأم، الكل على صوت واحد، الشعب يريد إسقاط النظام، وكل يعني كل. طيب. وعند يعني أكثر من منعطف خلال الأيام السبعة أو الثمانية الماضية، لما أدرك من هو في السلطة أن المسألة جدية وأن الأمور تتفاقم، التأم مجلس الوزراء تبع بعد المهلة 72 ساعة، نعم. اللي أعطاها الحريري، وخرج بورقة إصلاحية ما أن أعلنت حتى رفضها الشعب. ورأينا نفس الرفض اليوم لخطاب رئيس الجمهورية بكل ما جاء فيه. سنأتي على خطاب حتى يعني زعيم حزب الله حسن نصر الله ورئيس الحكومة والرئيس اللبناني ميشيل عون، كلها وكان لافتا رد فعل الشعب اللبناني. لكن قبل ذلك يعني يجب أن نذهب إلى بيروت لأسأل الأستاذة سوسن. أستاذة مرحبا بك مرة أخرى. بعض التظاهرات في بيروت يعني رفعت شعارات يسقط يسقط حكم المصرف، في دلالة اقتصادية لهذا الشعار. هل خرج هؤلاء الشباب بشكل مباشر وأساس من أجل السياسات المصرفية والمالية، أم أن ثمة أسباب أعمق من ذلك وأبعد؟ إذا كان هناك أرجو أن تحدثين عنها. مساء الخير، أشكرك على المقدمة على البرنامج. طبعا هذه الثورة هي بعنوان اقتصادي اجتماعي، لا نختلف على هذا العنوان أبدا. وطبعا نحن شفنا مؤسسات دولية صنفت لبنان، عطيته تصنيف ائتماني من ستاندرد اند بورز اند وكالة فيتش، عطيته تصنيفات كتير واطية، يعني تريبل سي وماينس بي، هودي التصنيفات فيما خاص الاقتصاد. إضافة إلى ذلك، نحن بلشنا تبلشت تتبلور تتصاعد النقمة في قلوب الناس، الدولار اختفى من السوق
ونحن بنعرف انه قيمه الدولار الشرائيه هي 1515، هيدي حسب المصرف المركزي، وصلت في بعض الاماكن لل 1800. والعالم تروح على المصارف ما في دولار، انت بدك تروح على المصرف بدك تاخذ 600 دولار، بيقولوا لك اطلع لبرا جيب من صراف يلي هو سوق سوداء ورجع حط بالبنك. يعني العالم وصلت لمحل، ونحن عندنا كل الفواتير، يعني انت بدك تدفع فاتوره تليفونك بتدفعها بالدولار، انت بدك تسجل اولادك بالمدرسه بدك تسجل بالدولار، نحن ما بنتعامل بالليره اللبنانيه للاسف، وهيدا شيء جدا مستغرب. هيدا من ناحيه الاقتصاد، لكن العالم فكره الثوره وفكره التظاهرات كان في موضوع بيتبلور بوجدان اللبناني، انه نحن لوين اخديننا؟ اعطينا ثقه لرئيس مجلس النواب، اعطينا ثقه لرئيس مجلس الوزراء، اعطينا ثقه للرئيس القوي، هذا العهد كنا موعودين بتحسينات وبمحاربه الفساد. اذا الرئيس يلي هو سمى حاله بي الكل، بي الكل تخلى عن الكل، والدليل انه نحن بقينا 8 ايام في الشوارع ولم نرى بي الكل يطل على العالم. اذا الناس خرجت بثوره عنوانها اقتصادي اجتماعي، هذه الثوره وحدت اللبناني تحت شعارات مطلبيه، لا يوجد اي شعارات سياسيه لهذه الثوره. نعم. طيب اريد ان ارجع اليك استاذ ربيع، يعني باستثناء الاعداد ربما الكبيره او غير المسبوقه في التظاهرات التي شهدها لبنان في الايام الاخيره، هل ثمة ما يثير الانتباه في هذه التظاهرات؟ هل ثمة خصوصية تضفي عليها مزيدا من الأهمية مقارنة ببعض التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد في فترة سابقة؟ هناك أكثر من خصوصية الحقيقة، أولها الانتشار الجغرافي بكافة المناطق اللبنانية، ثانيها أن جمهور كل حزب من الأحزاب الموجودة في السلطة حاليا ثار على حزبه، ثار يعني جمهور حزب إيران في لبنان ثار على حزب إيران، حزب الله تقصد، المعروف المعروف زورا بحزب الله، جمهور حركة أمل نبيه بري ثار على حركة أمل، ورأينا كيف قمعوا في صور بالأمس من قبل ميليشيات وعصابات نبيه بري، جمهور التيار العوني خرج على التيار العوني، فأخذت هذه المظاهرات طابعا لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث للبنان، طابع وطني جامع تقصد، طابع وطني جامع، لأن المصيبة عامة، لا يخلو بيت في لبنان من معاناة اقتصادية مالية اجتماعية. الفساد هي طبعا هناك فساد مالي هذا لا شك فيه، لكن هناك فساد إداري وفساد سياسي أدى إلى هذا الفساد المالي. هناك غياب تام لأدنى معايير المحاسبة القضائية. الآن بعد ما ثار الشعب وتدفق إلى الشوارع، الآن يتكلمون عن يعني الإثراء غير المشروع والتحقيقات وما أستاذ ربيع ذلك. أرجو المعذرة، يعني يعني نحن شاهدنا خرج ألفا متظاهر في صور، وهذا له اعتبار أكيد، له دلالة مهمة، وتظاهر هذا معقل حزب الله، لكن هل يكفي بضع مئات إذا تظاهروا في حاضنة شعبية كبيرة بمئات الألاف؟ هل يكفي هذا للقول بأن يعني انتفاضة من داخل البيت الشيعي على حزب الله؟ نعم. وكذلك التيار العوني؟ نعم. كونه يعني العدد في بلد صغير مثل لبنان بلغ 2000 في مكان يعني لا يجرؤ كان إنسان أن يعني يصدح برأيه المغاير أو المخالف لسياسة حركة أمل أو لسياسة نبيه بري أو لسياسة حزب إيران أو لسياسة حسن نصر الله، لا يجرؤ أحد على الانتقاد أو التعبير عن رأيه بصراحة. كونه يخرج 2000، ولو أنا وأنا أظن أنه هذا العدد يعني قد يكون حتى أكثر من 2000، لكن خروج يعني هذا العدد في منطقة مثل صور في الجنوب اللي هو من معاقل يعني حزب إيران ومعاقل حركة أمل، هذا مؤشر، هذا مؤشر. الآن بحسب طبعا الوكالات الدولية وليس بحسب الإحصاءات المحلية في لبنان أو يعني بعض المتحمسين أو كذا، بلغ عدد المتظاهرين يوم الأحد في لبنان 2,000,000، وهذا يعني ما رأينا مثله حتى في 2005، الناس لما تدفقت إلى الشوارع رفضا للوصاية السورية وبعد اغتيال رفيق الحريري ومطالبين بخروج النظام السوري. لكن رقم مبالغ فيه أستاذ ربيع، هذا أقول لك بحسب رويترز، هذا بحسب رويترز، ولكن على الأرض ما رأيناه يوم الأحد حقيقة لا أظنه مبالغ فيه.
طيب. لأنه كان انتشار واسع جدا وكثيف جدا، وكان طبعا وسائل الإعلام لا تستطيع أن تغطي كل المناطق في آن معا. اختاروا المناطق اللي فيها تركيز كبير من المتظاهرين مثل المدن الكبرى طرابلس وبيروت وغيرها، لكن لا أبالغ إن قلت لك يعني لم تخلو مدينة أو قرية في لبنان من حراك في الشارع في ذاك اليوم، وامتد حتى إلى يومنا هذا. طيب أريد أن أسأل أستاذة سوسن، يعني أنت قلت قبل قليل بأنها ثورة وصفتيها بمصطلح ثورة على الواقع الاقتصادي في لبنان، طيب من يتحمل مسؤولية هذا الواقع الاقتصادي المتردي في ظل ظرف تكاد لا تخلو فيه دولة من العالم من ركود أو من أزمة اقتصادية بشكل أو بآخر؟ نعم، هي ثورة، أريد أن أشرح، هي ثورة تأسيسية فعلا، عدا عن أنها ثورة يعني اللبناني يشعر أنه يحدد مصيره بهذه الثورة، لا مركزيتها لا طائفيتها، خروج كل الناس لتعبر عن آرائها، كل عنده مطلب، ولكن الكل يتوحد تحت شعار إسقاط النظام الطائفي. بالنسبة لمن يتحمل المسؤولية الاقتصادية للبلد، أنا لن أحمل الطاقم الموجود، ولكن حسب مؤشرات وحسب إحصاءات هذا العهد من أفسد العهود التي مرت على تاريخ لبنان. وقرأت منذ فترة، منذ يومين فقط، بالواشنطن بوست مقال عن لبنان يقول أنه منذ عام 92 إلى الآن سرق من لبنان 800 مليار دولار، وهذا مبلغ هائل. هذه الأموال اللي سرقت من أمام اللبنانيين، سرقت من عرق جبين اللبنانيين. ولكن أريد سيدي اسمح لي، من الذي سرقها؟ يعني من الذي سرقها أستاذة سوسن؟ المسؤولين طبعا، لأنه نحن اللبناني لا يستطيع أن يأخذ إلا يعني حسابه بالبنك وعمله. ولكن دعني سيدي بس أقول شغلي عن مدينة سور ومدينة النبطية، لأن أنا زرت هاتان المدينتان ورأيت الناس وتحدثت معهم، ويعني كانوا عم يحكوني من منطلق الواثق، من منطلق المتأكد أنهم بدهم يغيروا النظام. واللافت أنه على دوار كفرمان، لمن يعرف مدينة كفرمان، هناك صورة عملاقة للرئيس نبيه بري، كان هناك عناصر تحرس هذه الصورة كي لا يمزقها الناس، وهذا شيء ملفت ومثير للاستغراب أن الرئيس نبيه بري يحمي صورته بس مشان الناس ما تخزقها ولا لا تمزقها. إذن أنا سألت الناس هل تخافون، هل تشعرون بالخوف، قالوا لي بالحرف، هم كانوا يمارسون شعائرهم على مدى سنين، 15 سنة ونحن نتحمل، الحزب والحركة يمارسون شعائرهم الدينية واحتفالاتهم، الآن نحن نتظاهر وعليهم أن يحترموا قرارنا. إذن مدينة سور ومدينة النبطية وكل المدن الشيعية في الجنوب، تحية لهذه المدن، لأن كسرت صنم، أسقطت أيقونات، تحدث، أسقطت يعني فينا نقول أسقطت ثقافة التبعية للقائد ولمن كان يستغل هؤلاء الناس تحت شعار المقاومة ومحاربة إسرائيل. أتى هذا الرجل وعندما تكلم السيد حسن كل الناس لم تسمع، وهذه أول مرة، وأنها مفارقة بتاريخ السيد حسن منذ أطلع على الناس، أنه الناس لم تستمع له، بقيت في الشوارع. فهيدا الشيء يعني نشعر فيه انه الناس كلها متحمسه، الناس كلها بدها تسقط هذا النظام الطائفي، عدا عن الامور الاقتصاديه، الناس ملت من الكذب ومن الاحتيال ومن هذه الطبقه الفاسده. اضافه قالوا لي اصبح للفساد اسم في لبنان هو نبيه بري. طيب. نعم، نريد أن نعرف يعني جوهر مطالب المحتجين في الشارع اللبناني، ماذا يريدون وما دلالة تنوع المشارب الفكرية والطائفية والمذهبية للمحتجين في الشارع اللبناني؟ مشاهدين الكرام، نتابع هذا الحديث بعد فاصل قصير.
أسعدكم الله، وهذه عودة لمتابعة الحديث في التظاهرات اللبنانية ومدى التغيير الذي يمكن أن تحدثه في المشهد السياسي اللبناني. سريعا إليك أستاذ ربيع، المتظاهرون محتجون على واقع اقتصادي معين في البلد، لكن هل يمكن القول إن جميع المحتجين في الشارع اللبناني هم أسرى لهدف واحد، يريدون هدفا واحدا، أم أن كل فريق له همه الخاص؟ ثمة من يبحث عن الاقتصاد، وثمة من يبحث عن السياسة، وثمة من يبحث عن مجرد الترفيه وارتفاع مستواه المعيشي. ما الهدف المشترك الذي يجمع هؤلاء؟ من المفارقات الجميلة في هذا الحراك والله في هذه الثورة، يجب أن يعني نسميها باسمها، هي ثورة فعلا. من الفارقات الجميلة أنه إلى هذه اللحظة لم يبرز كيان يتكلم باسم الثورة، لم يبرز كيان موحد يقول أنا لأنظم الحراك أو أنا لأنظم الثورة. لا شك الناس في مطالب تشكل قواسم مشتركة عند الناس، عند كل الفئات، كل المتظاهرين، وفي بعض المطالب لها خصوصية معينة، إما لأسباب طائفية أو لأسباب مناطقية وما شابه ذلك. الهدف المشترك، أول هدف، الخلاص من هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي لا يمكن بحال أن يقبلوا منها أي شيء. خرج رئيس الوزراء وقال الورقة إصلاحية، قالوا له مردودة عليك. خرج رئيس الجمهورية وقال تعالوا نتحاور، قالوا له ليتك لم تتكلم، كأنك ما تكلمت. ما عندهم استعداد يتقبلوا أي شيء من هذه الطبقة، يطالبون برحيلها بمجملها، يريدون استقالة رئيس الجمهورية، نعم، واستقالة رئيس الحكومة، واستقالة رئيس مجلس النواب، يريدون حكومة انتقالية. هذا مشترك بين كل، هذا مطلب مشترك لكل المتظاهرين في كل الأماكن في لبنان. حكومة انتقالية، حكومة انتقالية تشرف على انتخابات نيابية مبكرة، مجلس نيابي جديد، ينتخب رئيس جديد، وبالتالي ينتخب رئيس جمهورية جديد، ورئيس الجمهورية الجديد يكلف رئيس حكومة جديد، وهذا رئيس الحكومة يشكل حكومة نأمل أن تكون من التكنوقراط لانتشال البلد من الحالة المزرية. هي طبعا الحالة الاقتصادية هي يعني الأبرز، لكن هناك انعدام لكافة أنواع الخدمات في لبنان حقيقة. هناك غياب تام للسلطة التنفيذية على مستوى الخدمات والتنمية داخل البلد. فنحن بحاجة حقيقة إلى حكومة تكنوقراط من المختصين غير المنتمين غير المتحزبين، ينتشلوا هذا البلد ويضعوه من جديد على السكة. ولبنان غني بالعقول، ولبنان غني بالتجارب والكوادر التي تستطيع فعلا أن تنتشل البلد من حالة الدمار اللي هو فيها الآن على كل الأصعدة. ويعني لعلنا يعني من في هذا المجال الأشخاص، يعني إذا تذكرنا الانتخابات النيابية السابقة لوجدنا أن الغالبية العظمى من اللبنانيين لم تنتخب. فإيجاد هذه الشخصيات بإذن الله أمر ميسر موجود. أريد أن أسأل السيدة سوسن، الآن حينما نشاهد محتجين من مختلف المشارب الفكرية والمذهبية في لبنان، حتى بيئة حزب الله خرج منها متظاهرون، وحتى بيئة ميشيل عون التيار الوطني الحر، وهما حليفان يحكمان القبض على المشهد السياسي في لبنان، ما القراءة الدقيقة بالمعنى السياسي لهذا الأمر؟ أولا كل يعني كل المناصرين للأحزاب الموجودة في السلطة موجودة في الشارع. رأينا القوات اللبنانية استقالت من الحكومة يعني تحت ضغط الشارع تبعه. وليد جنبلاط يجد صعوبة في إقناع الشارع تبعه أنه ما انسحب من الحكومة. بالنسبة لحزب الله ولتيار الوطني الحر وحتى لحركة أمل، الناس فقدت ثقتها بهي الشخصيات، شخصيات حسن نصر الله أو رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية. يخرج رئيس الجمهورية اليوم بالخطاب تبعه ويقول أنا الضمان والتغيير النظام لا يكون في الشارع، لأن هناك مؤسسات دستورية بالبلد. لكن الناس أصبحت تعرف أن لا يوجد عندنا مؤسسات دستورية، هناك شركات مخصصة. رئاسة المجلس الحكومة بيد، إذا صح التعبير، بيد السنة. رئاسة المجلس النواب بيد الشيعة. ولكن من يعني الشيعة هم المقربون من رئيس نبيه بري. رئاسة الجمهورية، عائلة رئيس الجمهورية للأسف هم يتحكمون بمقدرات البلد. سيد حسن نصر الله، وهذا الشيء يعني مفارقة عنده، أنه هو كان يدافع عن حقوق المحرومين وحقوق المستضعفين، أتى اليوم ليقف بوجه
هؤلاء الجياع الذين يطالبون بما طلبهم. يعني خرج سيدة سوسن، أفهموا معنى الخفية من كلامك، وأرجو أن تصححي لي إذا كنت يعني مخطئا، أن المتظاهرين هم يقبلون من حيث المبدأ بالمحاصصة الطائفية في لبنان، لكن بشرط أن لا تكون ضيقة في نطاق بضعة أشخاص، هل هذا الفهم صحيح؟ عفوا، بس اخر فقره تعيدها. لا بس يعني انا قلت لك ان المتظاهرين اللبنانيين الان هم يقبلون بمنطق المحاصصه الطائفيه الذي كرسه اتفاق الطائف، بان المجلس النيابي للشيعة والحكومه للسنه ورئاسه الجمهوريه للمسيحيين، هم يقبلون بهذا، ولكن بشرط ان لا يكون على نطاق ضيق عبر اشخاص محدودين، وانما عبر الطائفه كلها، هل هذا فهمي صحيح؟ عفوا سيدنا، القصد أن رئيس مجلس النواب، يمكن صار له 30 سنة، لا أعرف بالضبط كم سنة صار له رئيس مجلس النواب، وهو لم يوزع إذا صح التعبير مغانم رئاسة المجلس إلا على الناس المقربين منه، على أزلامه. وهو على فكرة والسيدة رندا بري أكثر كمان الشخصيات يلي الناس هتفت ضدها، الناس لا تقبل المطالب في الشارع، كل عنده مطلب، ولكن ما يوحد مطالب المتظاهرين هو إسقاط هذا النظام الطائفي. الناس تريد أن تذهب إلى دولة مدنية، لأنها تعرف أن هؤلاء الزعماء استغلوهم، يعني بالانتخابات النيابية بيجوا بيعطون دولار 100 دولار أو بيسجلوا لهم أولادهم أو بيوصفوهم وظيفة، وبعد الانتخابات النيابية بينسوهم. الناس ده خرجت لتطالب بإسقاط هذا النظام الطائفي، لا، الناس لا تقبل أبدا ولن تعد تقبل بهذه المحاصصة. نعم. طيب أستاذ ربيع، قبل أيام شهدنا حراكا حقيقة كان لافتا في العراق، خرج من قلب البيئة الحاضنة للفئة السياسية التي تحكم البلاد. الأمر تكرر بشكل أو بآخر في لبنان، خرج ناس من خارج حاضنة حزب الله، التيار الوطني الحر، وحتى الحريري يعني سنة. يعني هذا مشهد لافت، هل تراه بموضوعية هو سقوط حقيقي لجدر الطائفية في البلاد، أم أنه فقط تعبير عن غضبة تريد تغيير الواقع بما يعود بالنفع على الجميع وليس بالضرورة يعني إسقاط للطائفية؟ يعني لا هذا ولا ذاك، هي مرحلة أولى وخطوة بالاتجاه الصحيح. أنا يعني هي لن تكون غضبة وتنتهي شرارتها بمجرد الخروج من هذا المأزق، لأن الموضوع هذا يعني له فترة وهو يعني يستعر تحت الرماد. لكن أنا لو سمحت لي أريد أن أصحح معلومة بسيطة. موضوع التكريس الطائفي للرئاسات الثلاث حقيقة هذا ما ورد في ميثاق الطائف، هذا قبل ميثاق الطائف بعقود من الزمن فيما يسمى بالميثاق الوطني. نحن في لبنان عندنا الدستور وعندنا شيء اسمه الميثاق الوطني. هذه التقسيمات أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا لن تجدها في الدستور، أن يكون رئيس مجلس النواب مسلما شيعيا لن تجدها في الدستور. هي عرفية ميثاق توافق عليه يعني من كان في المشهد إبان الاستقلال وجرت عليه العادة، وجاء الطائف ليلغيها تدريجيا فقام بتكريسها يعني بشكل غير مباشر. أما كونها يعني حالة مؤقتة وسيعود يعني اللبنانيون إلى سابق عهدهم، هذا وارد. أنا أعتبرها هي يعني خطوة بالاتجاه الصحيح وسيكون لها ما بعدها، سيما أن المتصدر في هذا الحراك والمحرك الفعلي له هم فئة الشباب، وهؤلاء يعني ضاقوا ذرعا بالمحاصصة الطائفية وبالتقاسيم الطائفية لكل شيء، وأظن سيكون لهم يعني صوت مسموع في قابل الأيام. أستاذة سوسن، إلى أي مدى يمكن وضع ما يحصل الآن في لبنان في سياق ربيع عربي يطالب بتغيير الواقع السياسي على مستوى الوطن العربي؟ أم أننا ما زلنا نسأل عن قضية إذا ما كانت هذه التظاهرات مطلبية بالدرجة الأولى وليست بالضرورة أن تكون تدخل في سياق ربيع عربي يطالب بالتغيير الجذري؟ ممكن إدراج ثورة لبنان ضمن سياق الربيع العربي، لكن يعني نحن كنا كلبنانيين شباب كنا نشعر بالخجل نوعا ما، إننا لم نخرج
مع الربيع العربي. ولكن الآن لقد تأخرنا، أقول كلبنانيين تأخرنا، ولكننا الآن لن نخرج من الشارع إلا لتحقيق هذه المطالب. الشباب مندفعة والاندفاع هو عنوان التغيير، وكما قلت سابقا هذه ثورة تأسيسية تؤسس لنظام طائفي، لأن الرئيس الحكومة حاول أن يرمي بوجهنا ورقة، بوجه المتظاهرين ورقة إصلاحية، قالوا له هذه الورقة الإصلاحية منتهية الصلاحية. خرج السيد حسن وهدد ووعد وقال ممنوع إسقاط هذا العهد. خرجت الناس وقالت له كلهم، يعني كلهم، ونصر الله واحد منهم، يعني كمان حتى هو ضمن الناس اللي عم بيطالبوا بتغييره. خرج اليوم رئيس الجمهورية وتكلم، وقالوا له ليتك لم تتكلم، لأنه رئيس الجمهورية كما شعر الجميع أنه يعيش بكوكب آخر، وكأنه ما رافق المليوني اللبناني اللي نزلوا على الشارع. الناس مصممة ومصرة أن تبقى في الشارع تحت الشتاء، تحت المطر، ضمن خيام، مصرة. ألو؟ نعم أسمعك أستاذة سوسن. يعني أنا أريد أن أسألك، يعني باستثناء كتلة القوات اللبنانية التي يترأسها سمير جعجع الذين استقالوا من الحكومة، تبدو النخب السياسية والأحزاب الحاكمة الآن في لبنان على مختلف طوائفها تبدو متماسكة وعلى قلب رجل واحد إذا صح التعبير، هل بدا لك الأمر كذلك عن قرب؟ نعم أكيد، إنها مفارقة أن يؤيد وليد جنبلاط سيد حسن، كل حسب يعني مطالبه أو حسب مشاربه، ولكن رفض الخروج من الحكومة وكله تحت شعار أنهم لا يريدون أن يذهبوا إلى الفراغ. يا سيدي، لبنان يعني بفراغ من 10 سنوات إلى الآن، يعني نحن بال 2005 ضلينا بفراغ، بعدين فتنا بال 2011 بفراغ، يعني نحن فترات فراغ طويلة عشنا فيها ولم نصل إلى شيء. الناس أصبحت واعية مدركة أن هذا التهديد، أننا ذاهبون إلى فراغ أو أننا ذاهبون إلى أزمة اقتصادية أو أن المجتمع الدولي يحذر من كارثة اقتصادية، الناس تقول لهم أين كنتم منذ 30 سنة؟ مش نحن المسؤولين الآن عن الفراغ، أنتم المسؤولون. لذا أعتقد أن تحالف أحزاب السلطة، لأنهم منظومة فساد واحدة سيدي، أنه بيدافعوا عن بعضهم، أنا بحميك وأنت بتحميني، لأن هذه الأحزاب السلطة هي منظومة فساد تدافع عن بعضها، ومن يحمي هذه المنظومة هو السيد حسن، أتى ليمنع سقوط العهد، ومن جهة ثانية منع استقالة الحكومة. إذا هم يحمون بعضهم وما في حدا ضد الثاني، كان كله مناورات إعلامية فقط نعم. بجذب المناصرين. إذا نعم. ما كانت الطبقة السياسية الحاكمة يحمي بعضها بعضا، فما إمكانية التغيير في المرحلة المقبلة؟ هذا ما نتابعه بعد هذا الفاصل الأخير. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة. أستاذ ربيع، إذا وضعنا العواطف والأماني جانبا، وأعرف أنا مشاعرك تجاه ما يحصل في لبنان، إلى أي مدى هؤلاء المحتجين وهم مجردون من مخالب، أي مخالب يمكن أن تؤثر في مسار الأحداث لصالحهم، إلى أي مدى يمكن أن يحدثوا تغييرا ذا أهمية في الواقع السياسي والاقتصادي للبنان؟ والله يعني من أهم عناصر القوة التي تمتلكها هذه الثورة هي الأعداد الغفيرة التي لم يشهد لبنان لها مثيلا في السابق، المتواجدة في الشارع والمصرة بعناد أن تبقى في الشارع حتى تحقيق مطالبها. لكن للأسف، وأنا قلت هذا الكلام وقلت أنه ليس من باب التشاؤم وإنما من باب استقراء واستشراف المستقبل لبث الوعي
والاستعداد لما هو قادم. كما يعني تفضلت وتفضلت الضيفة الكريمة قبل قليل، رموز السلطة الآن أصبحوا في خندق واحد ضد الشعب، حرصا وحفاظا على مصالحهم وعلى البقرة الحلوب اللي اسمها لبنان، التي أثرتهم وسمنت حساباتهم المصرفية. هم الآن وجدوا، وبعد أن رفض الشعب كل ما تقدم به رئيس الحكومة وما تقدم به رئيس الجمهورية، وجدوا أنه لا مناص من المواجهة. وفي طريقي إلى الاستوديو الليلة جاءني خبر بأن كان هناك مجموعات من عصابات حزب إيران وحركة أمل تتجمع بساحة رياض الصلح وساحة الشهداء، ولا يفصل بينها وبين المتظاهرين أو الثوار إلا عناصر قليلة من شرطة مكافحة الشغب. وواضح تماما أن هناك قرارا اتخذ على مستوى معين بمحاولة سحب الساحات، إما إحداها وإما يعني كليها، من أيدي الثوار وسيطرة محازبي وأنصار حزب إيران وحركة أمل عليها، ليقولوا يعني نحن ما زلنا هنا وما زلنا أقوياء. وواقعيا وعمليا الحقيقة هؤلاء أو السلطة ومن يعني تمثله من أحزاب وقوى وميليشيات مسلحة، إلى هذه اللحظة ما كان لها يعني حراك يذكر. لماذا؟ بخلاف محاولة كانت قبل أيام وقام الجيش بالتصدي لها، وكان من المفارقات الإيجابية الجميلة جدا أن نرى الجيش ولأول مرة يقف بوجه هؤلاء ويفرقهم. هم طبعا يراهنون على أن يعني ورقة الإصلاح كانت ستنفس الوضع نوعا ما، وثم يأتي خطاب رئيس الجمهورية فيعني ينفس الوضع أكثر. لكن وجدنا أن يعني بعد الورقة الإصلاحية ازدادت الأعداد في الشارع، وبعد خطاب الرئيس ازدادت الأعداد في الشارع، وزاد الإصرار من المتظاهرين على رحيل هذه الطبقة بالكامل. يعني لا تأتوا لنا بأي إصلاحات، لن نقبل منكم إصلاحات، ولن نرضى بحال أن تكونوا أنتم من يشرف على هذه الإصلاحات، لأن نحاميها حراميها. طيب سيدة سوسن، تمنع رئيس الجمهورية السيد ميشيل عون تمنع عن الخطاب، توجيه أي خطاب للشارع الغاضب 8 أيام. صحيح أنهم سخروا، المحتجون سخروا من محتوى خطاب الرئيس، لكن أريد أن أسألك عن الكيفية التي فهم بها المحتجون خروج الرئيس بعد 8 أيام لكي يتوجه إليهم برسالة بأنه حاضر ينتظرهم، تعالوا لكي نتحاور. كيف فهم التوقيت وهذا التأخر في الخطاب؟ نعم، هذا التأخر له عدة معاني، عدا عن الحوار اللي كان ممنتج واللي كان ممنتج بشكل سيء. التأخر هو كان عم ينطر ردات فعل الناس، ربما كلام السيد نصر الله يخفف من التوتر، ربما الورقة الإصلاحية تخفف من التوتر، لكنه خرج للأسف ولا يوجد عنده أسس للحوار مع المتظاهرين. يعني لم يراعي مليوني متظاهر، لم يراعي المطالب، قال لهم أنتم محقون وأنا الضمان. يعني الناس حست أنه خرج إليهم فقط ليطلب منهم أن يفتحوا الطرقات المقطوعة. رئيس الجمهورية وكأنه بعيد عن الناس، بعيد عن الشارع، وكأنه يعيش بكوكب آخر غريب عن هموم الناس. وهذا الشيء يعني ليته لم يخرج، كان أفضل لو بعت بيان، كان أفضل بكثير ما أنه يخرج والناس تشوفه بهذه الطريقة. لذا الناس فقدت الأمل به وفقدت الثقة به وفقدت الثقة بالحكومة وفقدت الثقة بالنظام وبكل المنظومة. لذا كل يلي عم بيقدموه ما زال بعيد جدا 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 عن مطالب الناس. الناس صار عندها أمال كبيرة وتقدمت جدا، الأحزاب فوجئت بهذه الهجمة، الناس أصبح بيدها المبادرة وهي من إذا صح التعبير من تعمل editing، يعني لا أعرف شو الإديتينج، يعني هي التي تكتب نص ما يجب أن يقوله المسؤول وليس العكس.
كانت تتلقى الآن هي الآن النظام هو المتلقي، هي تأمر ويعني هم ينتظرون، كأن النظام ينتظر ماذا سيقول الشارع ويتصرف وفق لهذا الشارع. مع أنه أريد أن أشير أن هناك طوابير تريد أن يعني تذبذب الحراك، ورأينا بالنبطية، رأينا مجموعة من عناصر حزب الله، وعلى أساس هيدا استقال اثنان أعضاء من رئاسة البلدية، لأنه اللي تدخلوا بالنبطية ضربوا العالم وهددوا العالم. مع هيدا الناس بالنبطية بقيت تحت المطر وقالت إننا لن نذهب إلى بيوتنا إلا عند تحقيق مطلبنا. لهذا تراجع الحزب وخرج اليوم بساحة رياض الصلح بمظاهرات تقريبا شبه سلمية. حزب الله محرج، حزب الله متفاجئ، حزب الله فقد المبادرة، وهو كان يظن أنه عندما يخرج السيد حسن كل الناس سوف تقول له سمعا وطاعة. المشهد تغير والناس تغيرت، وعلى مسؤولي النظام والمسؤولين السياسيين أن يراعوا طيب. هذا التوجه. طيب نعم. سأعود إليك سيدة سوسن، غياب قيادة موحدة لهذا الحراك في الشارع اللبناني، ألا يمكن أن يسهل طرق اختراقه؟ ألا يمكن أن يؤثر على زخمه في المرحلة المقبلة؟ هذا يعتمد على الزاوية التي تنظر منها. من زاوية معينة ممكن نعم أن يكون هذا يعني سبب في اختراقها، لكن من زاوية أخرى قد يكون هو هذا السبب عينه الذي يجعل من ذلك متعذرا. فأنت ما عندك كيان أصلا حتى يعني تهاجمه أو ترد عليه أو كذا. الكلمة الآن للناس في الشارع بدون أن يبرز حتى هذه اللحظة قيادة. أنا على يقين أن هناك لجان على الأرض تنظم، لكن إلى يعني هذه اللحظة ما برزت قيادة موحدة لهذا الحراك، ولعل هذا يكون من أو أحد أسباب أو عناصر قوتها. لكن هذا لا يغنينا مستقبلا عن وجود هذه اللجان حقيقة، لجان محلية ثم تكون لجان على يعني مستوى المحافظات، ثم تكون لجنة مركزية وطنية واحدة تتكلم باسم الحراك تنظم موضوع المطالب. لأنه نعم هناك مطالب إصلاحية من حيث الاقتصاد والمال، هناك مطالب إصلاحية من حيث قانون الانتخاب ويعني التركيبة السياسية، وهناك مطالب قانونية بملاحقة ومحاكمة هؤلاء الذين سرقوا ونهبوا. الرقم اللي ذكرته الضيف الكريمي أنا قرأته من مصدر الإيكونوميست، وحددوه ب 800 مليار دولار منذ 30 عام بعد ما سووا جردة على حسابات المسؤولين والسياسيين في لبنان. دولة صغيرة مثل لبنان أن ينهب شعبها ب 800 مليار دولار، والله مسألة صادمة حقيقة. لابد من إرجاع هذه الأموال، ولابد من محاسبة من سرقها، ولابد من أن أذهب إلى بيروت. قبل أن أعود إليك لأختم معك، نسأل السيدة سوسن، ما حدود التغيير الممكنة الآن لهذا الحراك، وما مدى الإرادة التي يمتلكها المتحركون الغاضبون لإحداث تغيير حقيقي في بنية السلطة في المجتمع في لبنان؟ نعم، هناك اندفاع كبير لدى المتظاهرون وخاصة عنصر الشباب يلي هو العنصر التغييري بكل ثورات حول العالم. يعني العفوية التي يتحرك بها المتظاهرون هو ما يميز هذا الحراك. وحاول أحد الأحزاب أن يدخل إلى المظاهرات، نبذ من المتظاهرين وقالوا له تستطيع أن تدخل ولكن بصفة مدنية، صفة حزبية لا نريد. لازال الحراك يتحرك بصفة بطريقة عفوية وبديناميكية تميزه عن أي حراك رأيته أنا أو شفناه حول العالم. على هيدا الحراك يعني لا يعني لابد من تنظيمه، كما قال ضيفك في الاستوديو، لابد من تنظيم هذا الحراك. لهذا الحراك خطاب سياسي يجب أن يتبلور برؤية سياسية كي يستطيع أن يغير. الآن لازال في الشارع، هو يتحرك بطريقة عفوية بطريقة غير منظمة. لابد من تنظيم هذا الحراك كي يستطيع أن يغير، كي يستطيع أن يخرق هذه المنظومة، وأن كما يقول
المتظاهرون نريد استعادة الأموال المنهوبة، هناك عدة طلبات، هذه الطلبات يجب أن توضع بورقة منظمة، طبعا هناك مجموعة من المحامين، مجموعة من الناس المثقفة لتستطيع أن تبلور هذا الحراك، ولكن إلى الآن لا نعرف من سوف يتولى هذه المهمة أو من سيوكل الشعب الموجود في الشارع، من سيوكل، ولكن الناس مندفعون ولن يخرجوا من الشارع حتى تحقيق مطالبهم. نعم. أشكرك سيدة سوسن. أستاذ ربيع، يعني ذكرت قبل قليل في معرض مديحك للحراك في الشارع اللبناني بأنه يعني حراك مليوني. طيب، في دول مجاورة مثل سوريا مثلا تحركت أيضا الملايين، لكنها في نهاية الأمر تركت فريسة للذبح والتغيير الديموغرافي والتهجير تحت مرأة ونظر العالم. كيف يمكن أن يستفيد اللبنانيون مما حدث لدى جيرانهم الأقربون على الأقل الأقربين؟ يعني لا أخفيك، هذه الصورة الدموية القاتمة لما حل بأهلنا في سوريا حاضرة في أذهان الكثير من الثوار في لبنان، لكن هناك فوارق يعني بين هذا الحراك وبين الحراك أو الثورة السورية. لكن أنا واحد من الناس، يعني أقول أنه معلش بالعامية مرة أخرى، إن ما كبرت ما بتظهر. يعني أنا متوقع أننا سنمر بمخاض عسير، قد يكون هناك مواجهات دموية في الشارع لأن هؤلاء يعني اللصوص عندهم عصابات مسلحة وهم لن يتخلوا عن مواقعهم بسهولة. الأصل أن الحكومة استقالت منذ اليوم الثاني لتدفق الناس إلى الشارع، لكن نجد أن هناك إصرار وأن هناك محاولات لامتصاص هذا الغضب والانقلاب عليه بطريقة أو بأخرى. قلت لك أن أهم عنصر قوة في هذه الثورة هو هذا العدد غير المسبوق في تاريخ لبنان، فإن استمر الحراك بهذا المستوى فمهما أجلبوا عليه من عصابات ومن مواجهات ومن تكسير وضرب وقتل لن يثني الناس، لأنهم قالوا قولتهم، نزلنا إلى الشارع ولن نخرج منه إلا بتحقيق مطالبنا أو نقتل دونه. ما مدى الوعي الذي يمتلكه المتظاهرون بقدرتهم على إحداث التغيير، وما حدود هذا التغيير الذي هم يعون بأنهم يمكن أن يحققوه؟ الحق يقال أنه عند كل مفصل اللي كنا نظن أنه يعني قد نجد بعض يعني الانكفاء لدى المتظاهرين، خاصة بعد أن يعني خرج رئيس الحكومة وتلا الورقة الإصلاحية، لكن وجدنا أن منسوب الوعي عند الناس، عند عوام الناس بمحاولة طبعا تنفيس الوضع واحتوائه وكذا كانت عالية جدا، وقوبل ذلك بالثبات على المطالب وبالإصرار عليها وبأننا لا يمكن أن نساوم على موضوع رحيل هذا العهد بكافة رموزه وتغيير المجهد السياسي جذريا في لبنان. لكن تبدو الأمور في لبنان تتجه إلى 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 نقطة يعني شيء من العدمية. السلطة متمسكة، لا يعني عون قال لا يوجد تغيير إلا عبر بوابة الانتخابات. الشارع اللبناني لا يؤمن بعملية الانتخاب من أصلها في ظل الطبقة السياسية الحاكمة. إلى أين تسير الأمور؟ يعني لابد أن يحصل بالنهاية يعني صدام لهذه الإرادات يتمثل بصدام على الأرض، لأنه إذا كان أصر الشعب على موقفه وأصرت هذه العصابة على موقفها فعندها سيصير هناك يعني اصطدام بين الإرادات يترجم ب يعني مواجهات قد تكون دموية، لكن أنا على يقين أن الشعب لن يقبل ولن يهادن ولن يساوم، والنصر لهذه الثورة بإذن الله. شكرا جزيلا لك أستاذ ربيع. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي في الاستوديو الأستاذ ربيع حداد الكاتب والمحلل السياسي، وكان معنا عبر سكايب من بيروت الأستاذة سوسن مهنا الكاتبة الصحفية. شكرا لكم، في حراسة الله وتوفيقه.